بروفيسور. نعم. حضرتك نائب عام ورئيس فخري لجامعة. نعم. يعني كل هؤلاء الشباب يطالبون اليوم، يعتبرون أن الطائفية السياسية لا سيما هي علة العلل في البلد. نعم. يطالبون اليوم بهذه الدولة المدنية. نعم. الدولة العلمانية، خلينا نسميها مثل ما هن. ما هودي كمان مولى بسيط. مولى عظيم. أنه ليش في تمييز بين ابن طائفة وابن مذهب؟ ليش مكرسة المارونية كرمال رئيس الجمهورية أو وغيرها من الطوائف الأخرى؟ في كلام أنه خلينا نكون كلنا أركان مجتمع متقاربة. صح. يعني الشرط الثاني من الدولة الصالحة يلي حضرتك قلتها. ليش في هالمطالب وكيف تطمئن هؤلاء الشباب الذين يطالبون بالدولة المدنية؟ لحلق. أول شيء الدولة المدنية طلعت بمصر مع محمد عبده وهي دولة إسلامية. هيدي المصر من المشكلة بلبنان أستاذ فادي، ناخذ مصطلحات من الخارج ما لنا علاقة فيها. مصر عم بتعاني من شيء كتير مهم. محمد عبده عم بيعالج موضوعنا وقعد بفرنسا وتأثر بالجو الفرنسي، طالب بالدولة المدنية لإبعاد رجال الدين عن الحكم. صحيح. يعني بدوش بقى الحكم اليوم الديوقراطي. في عنا الفصل الدين عن الدولة. اليوم الإيران مثلا رجال الدين هني حاكمين مباشرة. هو محمد عبده بده يبعد رجال الدين المسلمين عن الحكم. إخوان المسلمين بالقرن العشرين أخذوا هذا المصطلح وأضافوا عليه شغلة، لأنه عندك بمصر مشكلة كبيرة كمان، الضباط الأحرار وقيادات الجيش هي بتسلم الحكم بانقلابات عسكرية، وكمان إبعاد رجال العسكر عن الحكم. ومفتي الديار المصرية علي جمعة 2012 عمل محاضرة وعمل مؤتمر صحفي قال له نحن بنفتخر بهالمصطلح الجديد الدولة المدنية، يلي هو نحن إنتاجنا مستوردناه من الخارج. وماذا تعني الدولة المدنية؟ دولة إسلامية حسب شريعة القرآن، ولكن بإدارة المدنيين لا رجال الدين ولا عسكر. شو مالنا فيها نحن بلبنان؟ شو قلنا عليها فيها بلبنان؟ طيب ليش بياخدوها كمصطلح هيك؟ ليش أصلا بلبنان ليش بك تفصل الدين عن الدولة؟ أصلا ما في دين للدولة. هي واحد. تاني شيء، رجال الدين ما عندهم علاقة مباشرة بالدولة، هن مرشدين وبيعطوا أفكار وكذا، ولكن هن المدنيين. هذا البطرك مثلا، سيدنا البطرك لك شو عم بيقول، لك النواب الموارنة شو عم بيقولوا، يعني منهم خاضعين كمان لتوجيهاته، يعني لتاخد فكرة. طيب نحن بلبنان التناوب السلمي على الحكم، بدك تمثل مكونات الشعب اللبناني التعددي. بنقولهم للشبيبة نحن المهم يكون في كروس كوميونيتي باور شيرينج، مبدا تقاسم السلطه انطلاقا من مكونات الشعب. يعني بتقسم السلطه ما واحد بس ومجموعه هي بتحكم، وزع مثل بدك. بدك تحط رئيس الجمهوريه مثلا 6 سنين مع فلان، عظيم، 6 سنين اللي بعدهم مع فلان الى اخره، مع مكونات مختلفه متنوعه، فيك تعمل النظام اللي بدك اياه، ولكن ما فيك تخرج من مبدا تقاسم السلطه. لانه الدوله التوافقيه مثل ايرلندا الشماليه، مثل كل بلدان العالم، عم بيحكي علم سياسي، أهم شيء بالدولة التوافقية مبدأ تقاسم السلطة. مايكل كير الصحافي الإنجليزي شهير 2006 عمل كتابه الشهير عن إيرلندا الشمالية ولبنان، شو قال؟ Imposing power sharing, conflict and coexistence in Northern Ireland and Lebanon. يعني ما بين لبنان وإيرلندا الشمالية صراعات وتعايش، بس بك تفرض مبدأ تقاسم السلطة. في إشكالية لو سمحت، في إشكالية هون. نعم. الذي يطالب بالدولة المدنية بيعتبر أنه لا، أول ليش المركز الماروني مع عند، او ليش رئيس الجمهورية مع الماروني، ليش ليش رئيس المجلس. اوكي، فيك نحن نحكي مداوي. في هلا مثل ما بتقول سيس فادي انه ليش رئيس جمهورية ماروني وغيره شو؟ طيب انا محروم يكون رئيس وزراء، وهداك محروم كمان، مسيحي محروم يكون رئيس مجلس نواب، ما كمان شو بيعمل الدرزي والكاثوليكي واللاتيني وا. فيك تنوع، فيك تعمل فيك تعمل روتاسيون عظيم مثل بدك، فيك تعمل مداورة. بس المهم شو؟ تقاسم السلطه.